السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين، أهلا بكم. أنا مروان الحل من تلفزيون دبي، أرحب بكم ولأول مرة وكما عودتنا في لاي دبي نظهر عبر جوجل هانج أوت، وأحدثكم من مقر N5 مركز الريادة، ريادة الأعمال والابتكار في التقنية والذي يقع في قرية دبي للمعرفة. فلاي دبي كما نعلم هي ثاني أكبر الناقلات في مطار دبي من حيث حجم العمليات، وقد نمت الشركة بشكل كبير في عمرها التي لا يتجاوز تقريبا ال4 سنوات، ونجحت في الوصول إلى أكثر من 60 وجهة، وأيضا ضمن نطاق 5 ساعات طيران بدبي، وبواسطة أسطول يبلغ اليوم 30 طائرة، ونتوقع المزيد إن شاء الله خلال الفترة القادمة. الغيث رئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، مرحبا أستاذ. يا مرحبا مروان، ومشكورين على وجودك معنا، ونرحب بالأخوة. طبعا اليوم نحن في فلاي دبي أعلننا عن خطوة طموحة بالنسبة للشركة بالإعلان عن درجة رجال الأعمال في فلاي دبي ابتداء من السنة. والله هذه خطوة رائعة الصراحة، لأول مرة نسمع أن شركة طيران تجارية تعمل بدرجة رجال الأعمال، وبالإضافة إلى هذا النقل الأول من نوعه لفلاي دبي. دائما تبادر بالجديد، وأيضا مبادرتنا جديدة مع مشتركين ومتابعين جدد وطبعا غنيين عن التعريف. أولا أرحب مع الأستاذ سامي الريامي من جريدة أو رئيس تحرير جريدة الإمارات اليوم، مرحبا أستاذ سامي. يا مرحبا وسهلا، صبحكم الله بالخير ومشكورين على المؤتمر الجميل هذا. وايضا ارحب الزميله دينا كامل من بلومبيرغ، مرحبا استاذه دينا. السلام عليكم، صباح الخير، متشرفين بوجودنا معكم النهارده. احنا متشرفين ايضا. وايضا استاذ مراد بوعلام الله من CNBC عربيه، مرحبا استاذ مراد. مرحبا، السلام عليكم، راح يكون لنا شرف انه نشارك في هذه المحاضره اللي بالفعل هي بادره طيبه، نتمنى يكون وراها مبادرات اكثر ان شاء الله. بالتأكيد إن شاء الله، دائما الجديد مع فلاي دبي ومع دبي بالتحديد. وأيضا رحب بالأستاذ وسام كيروز وكالة الأنباء الفرنسية، مرحبا أستاذ وسام. يا هلا فيك وبالأستاذ غيس، نتشرف نكون معكم هالصباح الحلو. حياكم الله، أهلا بكم جميعا. ونعود إلى ضيفي، طبعا أول شيء بنبدأ بالأسئلة العامة عن فلاي دبي وجديد فلاي دبي. كما ذكر أستاذ غيث قبل قليل هي درجة رجال الأعمال، درجة رجال الأعمال كما ذكرنا هي بادرة جديدة من شركة طيران تجارية، عمرها لا يتجاوز ال4 سنوات وما شاء الله. طيب تحدثنا أكثر عن درجة رجال الأعمال. أول شيء سبب إطلاق هاي الخدمة هي تقريبا 3 أسباب سريعة. يعني نحن الحمد لله في فلاي دبي خلال 4 سنوات كبرنا، وصلنا إلى 64 نقطة لنهاية هاي السنة، 44 من هاي النقاط اللي نحن نخدمها ما فيها خدمة اتصال بدولة الإمارات العربية ولا بدبي كافية، وما في بزنس كلاس. فبالنسبة لنا نحن كانت فرصة واضحة أن في السوق في جاب، أن لازم يكون في رجال أعمال، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي هي أصلاً تستقطب رجال الأعمال وفيها رجال الأعمال كثر، فهاي ال 44 خط ما فيها بزنس كلاس. وبعدين احنا في فلاي دبي الحمد لله يعني بعد 4 سنوات من النجاحات كان في عندنا نوع معين بالنسبه للخدمات اللي نقدمها، حسينا ان هذا نقدر ننجح في هذا المجال لاستقطاب عدد ونوع ثاني من الركاب. وباشرنا في من خلال سنه ونص في تجميع كل المعلومات والتخطيط لهذا الحدث، ونحن وايد فخورين بالبرودكت الجديد. طيب حدثنا عن ميزات درجة رجال الأعمال عبر فلاي دبي. مثل ما قلت لك، أول شيء بتكون موجودة في خطوط حاليا ما فيها بزنس كلاس، لأن احنا بنقدم للمسافرين بزنس كلاس على خطوط ما كان فيها بزنس كلاس، هاي نمبر 1. نمبر 2 طبعا احنا في فلاي دبي صارت في عندنا شبكة متنامية خصوصا في المنطقة، يعني في منطقة الخليج ومجلس التعاون فلاي دبي عنده أكبر شبكة خطوط سواء في عدد الرحلات ولا في النقاط اللي نحن نخدمها في المنطقة كلها. فنعطي أن رجال الأعمال في هذه المنطقة فرصة للتواصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في شبكة جديدة. بالنسبة للسلعة يعني كسلعة هي مميزة بعد، ليش؟ لأن نحن قدرنا من خلال السنة ونص الفايت أن ندرس ونقدم بزنس كلاس 12 كرسي تقريبا. الكرسي مصنوع من شركة جيفنز الإيطالية، مميز بس حق فلاي دبي، ونحن وي ار ذا لونج كاستمرز. والخدمات في الطياره بتكون شخصيه، بحيث ان
في رجال الأعمال في الكومبارتمنت 12 سيتس بيكون في عندهم يعني خدمات مميزة، أكل مميز ومساحة مميزة من الأداء. بعدين نحن في فلاي دبي نقدم خدمات بالنسبة لرجال الأعمال من أول ما يحجزون ويانا لين ما يسافرون، طول الوقت بيكون في حد مع اتصال معهم سواء بالتليفون ولا في المطار، أي مشكلة أي حل يبونه هذه الناس بيكونوا موجودين عشان يخدمونهم. وطبعا مطار دبي خصوصا تيرمينال 2 بالوجه الجديد سهل الاستعمار، وهذا يشجع رجال الأعمال للسفر. شو عن الأسعار؟ طبعا الأسعار بتكون منسجمة مع أسعار السوق، بتكون مناسبة لرجال الأعمال، ونحن نعتقد بتستقطب شريحة كبيرة للطيران معنا. طيب متى أول رحلات إن شاء الله بتكون فيها؟ نحن إن شاء الله بنستلم أول طيارة في أغسطس، وبنقدم الخدمة أول رحلة بتكون في أكتوبر، بس في سبتمبر بيكون في ترايل بحيث أن نحن بنجرب الخدمات مع سواء ركابنا خصوصا مع موظفين عشان نقدر نقدم خدمات في أكتوبر مميزة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. موظفينكم وأيضا الإعلاميين الموجودين معنا يمكن نسافر قبل أول روحة، عفوا أول رحلة لفلاي دبي بالبزنس، شو رأيكم؟ تم أكيد طبعا نتشرف. سامي الريامي صباح الخير. أول شيء أنا هنيك أستاذ غيث على هاي الخطوة، صراحة أنا أعتبرها ذكية جدا، ومثل ما قلت فعلا كانت في وجهات. أنا شخصيا سافرت مثلا العام الماضي دولتين ما كانت توصلها غير فلاي دبي، وكنت أتمنى فعلا لو كانت في خدمة رجال الأعمال، فمعناته أنا وغيري وأكيد في رجال أعمال كثار بعد في الإمارات بيلجؤون إلى هذه الشريحة الجديدة اللي أنتوا أطلقتوها، وأنا أهنيكم فعلا خطوة ذكية. سؤالي أستاذ غيث، طيب ألا تعتقد أن مثل هذه الخطوة يعني راح تغير الكونسبت الرئيسي مال الطيران التجاري؟ طيب الناس تلجأ لكم لأن أنتوا أسعاركم أرخص نوعا ما عن الطيارات الأخرى، لما بتسوي رجال أعمال وبترفع شوي السعر، هل تتوقع أن هذا يعني خروج على مفهوم الطيران الاقتصادي، أو أنه ما أدري شو رأيك في الموضوع؟ لا أنا أعتقد هو هذا بيكون كومبلمنت يعني حق اللي موجود حاليا، لأن إحنا الحمد لله في فلاي دبي قدرنا أن نحن نقدم خدمات بحيث كان في تميز. نحن في فلاي دبي ما بس قدمنا مثل ما تقول الطيران الاقتصادي بس كطيران اقتصادي مثلنا مثل أي مكان في العالم، لأن نحن شركة دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن نحن شركة دبي قدمنا خدمات إضافية مثل التلفزيونات في ما عندنا مثل الأكل مثل الخدمات المميزة. فنعتقد هذه هي نقلة في الطريق الصحيح، خصوصا مثل ما أنا قلت وأنت بعد الحمد لله شفت أن في شريحة في خطوط كثيرة ما فيها بزنس كلاس، وأعتقد هذا بيكون داعم حق شركتنا. أنا أتذكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد لما سألوا أول ما أعلننا عن فلاي دبي قالوا له فلاي دبي بتكون خدماتها مثل أي لو كوست، قال بيكون مثل فلاي دبي، يعني فلاي دبي لازم تخلق شيء جديد حقها ينسجم مع تطلعات البلد وينسجم مع المطلوب منه. والحمد لله يعني هاي نعتبرها يعني نقلة نوعية بالنسبة للأسعار وبالنسبة للخصوصية الحالية اللي نحن نجحنا في تحقيقها، هذا ما بيتغير، بالعكس هاي خدمة إضافية وممكن تسهل نمو الشركة في المستقبل في أسواق جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عفوا الأساتذة الكرام اللي معانا يعني على الأونلاين ممكن تخفضون بس صوت الفوليوم اللي معاكم على اللابتوب وتسمعون عن طريق السماعات لأن الصوت أو الصدى الصوتي يصلنا. طيب ننتقل للأستاذة دينا. دينا تفضلي، هل من أسئلة؟ أكيد. أولاً بنحب يعني نقول لكم ألف مبروك على الخطوة دي، وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. مشكورين، الله يبارك لك أخينا. بالنسبة للأسئلة، هل أنتم يعني أول طيران اقتصادي في المنطقة يقوم بهذه الخطوة؟ وهل هذه يعني نقلة من هويتكم كطيران اقتصادي لنوع من الأبجريد؟ وفي نفس الوقت هل سيكون بزنس كلاس فاسيليتي لديكم، هل ستكون أرخص من نظيرتها في البزنس كلاس في النقلات الأخرى؟
أعتقد بالنسبة للبزنس كلاس ما أعتقد نحن أول شركة عالمية تقدم خدمات بزنس كلاس مثل ما نحن قدمنا في المنطقة. أعتقد إذا كان الجواب يمكن، بس أكيد ما بنفس الوتيرة والنوعية اللي نحن بنقدمها إن شاء الله، لأن نحن مثل ما قلت لك إحنا أخذنا تقريبا أكثر من سنة ونص ندرس ونحدد بالضبط نحن شنو بنسوي، والسلعة اللي نحن بنقدمها بتكون موازية لخدمات البزنس كلاس يمكن مع أي شركة طيران ثانية في المنطقة اللي نحن نخدمها. بالنسبة للأسعار، الأسعار دائما بتكون أسعار مناسبة، وأنا أكد على كلمة مناسبة، وما تكون منسجمة مع تطلعات السوق ومناسبة للخدمات اللي نحن نقدمها. يعني ما بتكون خدماتنا عالية أسعارنا نازلة، وما بتكون أسعارنا عالية وخدماتنا نازلة، بيكون في انسجام في هذا الشيء، وبتكون مناسبة حق المستهلك وحق السوق إن شاء الله. طيب، هي أيضا تحدثت عن الخدمات البزنس هتكون أرخص عن الناقلات الأخرى أتوقع؟ لا أنا قلت لها عن نفس أسعار السوق. أظن السؤال الثاني هي الثالث اللي أنا إذا أتذكر، قالت هل هذا بيكون انتقال بالنسبة للخدمات مقارنة بالشركات التجارية الأخرى أو مثل كمثال يعني كطيران الإمارات وطيران. نحن نعتقد أسعارنا بتكون مناسبة حق الخدمات اللي إحنا نقدمها. في بعض الأحيان ممكن تكون أقل عن شركات ثانية، وفي بعض الحالات ممكن تكون أكثر. يمكن الشركات الثانية خصوصا الخطوط اللي أنا أتكلم عنها أخوي مروان، أصلا ما في حد يقدم بزنس كلاس على 44 خط هذه، فيمكن ما في أصلا بزنس كلاس، ولا إذا كان فيه بتكون أسعارهم نازلة ومش مناسبة الخدمات. فإذا نحن ارتقينا بخدمات أكثر لازم السعر يكون مناسب بعد. بس أنا أعتقد النقطة الثانية على السريع، بس هذا ما بيخلينا نحن ننحرف عن النهج اللي نحن ماشيين فيه كشركة طيران. نحن دائما في تناولنا للإدارة بنكون مركزين على ندير الشركة بطريقة اقتصادية بحتة، بحيث أن كل شيء نحن نسويه لازم يكون يعني بأرخص طريقة ممكنة، وممكن يكون بعد له مردود تجاري. يعني نحن ما بنشتغل بس بنسوي بزنس كلاس مثلا، ولا بنقدم خدمات بس عشان الاسم، لا، لازم يكون له مردود تجاري. طيب، ننتقل للاستاذ مراد. استاذ مراد، نرحب بك من جديد، وتفضل معك الاستاذ غيث واسئلتك. استاذ غيث، السلام عليكم مره ثانيه، احييكم وابارك هذا الخطوه، لانه هي اكيد راح تكون يمكن ادراجها ضمن الذكاء الاستثماري والجرأة الاستثماريه في نفس الوقت. اكيد انتم عملتوا دراسات لهذا الموضوع وبعدين اتخذتوا هذا القرار. انت اشرت قبل قليل الى موضوع العائد التجاري، وانا سؤالي يتمحور حول هذا النقطه. بما انه الفلاي دبي معروفه انها شركه طيران اقتصادي منذ 4 سنوات، في الفترة الأخيرة دخلت منطقة الربحية، وبسرعة الآن تطرح هذه الفئة الجديدة أو الخدمة الجديدة لدرجة رجال الأعمال. هذا جعلنا نتساءل عما تعولون عليه كمردود تجاري بالنسبة لهذه الدرجة أو هذه الفئة الجديدة من الأعمال، بمعنى إلى أي مدى سيشارك، وما هي ما هو حجم أو حصة فئة رجال الأعمال ودرجة رجال الأعمال من المداخيل المتوقعة للشركة في الفترة القادمة، وإلى أي مدى ستكون هناك، سنتحدث ربما عن الهامش الربحي بعد هذا الاستثمار؟ الحمد لله. طبعا أنا أول شيء بغيت أعيد الكلام للتذكير، بس أن هذا صح نحن أعلننا عنه بالنسبة يمكن لكثير من الناس أنه سريع بعد الإعلان عن النتائج، بس نحن صار لنا أكثر من سنة ونص ندرس هذا الموضوع، والدراسة شملت الخطوط، شملت الدخل، وشملت كم المصاريف والفرصة اللي موجودة، وحتى نوعية السلعة اللي بنقدمها، فكان يعني دراسة تامة. نحن نتوقع طبعا أن هذه السلعة بتكون ناجحة جدا. طبعا نحن في هاي السنة بنبدأ في أكتوبر، وسنتنا المالية تنتهي في ديسمبر، بيكون عدد الرحلات أقل طبعا من المستقبل. أنا أعتقد يعني يوم بنوصل إلى مرحلة نضوج في هاي الخدمات اللي احنا نقدمها وفي التوزيع على كل الخطوط اللي احنا نطير له، بيكون لها هامش ربحي كبير بالنسبة للشركة.
وإن شاء الله بيساعد هاي الشركة على أنها تكون أقوى وتستمر في النمو. وإن شاء الله يعني نحن في المستقبل بنكشف بالضبط عن تأثير هذا النوع من الخدمات على ربحيتنا إن شاء الله. وننتقل أيضا إلى الأستاذ وسام. أستاذ وسام من وكالة الأمن الفرنسية. أيوة، أنا سؤالي هو ما يعني ما هو البروفايل للراكب الذي سيستخدم هذه الخدمة أو هذه الدرجة الجديدة من فلاي دبي؟ وهل حضرتكم عم توجدوا نوعا ما درجة جديدة هي تقريبا بين الاقتصادي ورجال الأعمال، ولا عم تعطوا خدمات كاملة لرجال الأعمال مثل ما بنشوف بغير الشركات؟ وما هي يعني باختصار يعني ما هو الفرق الأبرز بين الذي سيأخذ بطاقة في الدرجة السياحية فلاي دبي أو درجة رجال الأعمال؟ أول شيء بالنسبة إن نحن في فلاي دبي نعتقد يعني أن المميزات الخط الخدمة اللي نحن نقدمها بتكون أنه على خطوط جديدة ما فيها خدمات بزنس كلاس موجودة حاليا. هذا بالنسبة لنا نحن أهم شيء، بس نحن ما بنقدم خدمات أقل بالنسبة لرجال الأعمال أقل من الشركات الثانية. نحن درسنا وبنقدم خدمات متكاملة بمستوى راحة وانسجام مع طلبات الركاب كاملة، ما بيكون أقل من أي بزنس كلاس ثاني. ونتوقع إن شاء الله هذا النوع من الخدمة أن يكون ناجح، لأن في جاب كبيرة بالنسبة لهذا النوع من الخدمة، وهذا ما بيغير. بالعكس، نجاحنا نحن في فلاي دبي اللي خلى الشركة تكبر وتنجح، وخصوصا كنا نحن نطير إلى دبي ومن دبي، إنزين عطانا هاي الخاصية، وهذا النجاح هو اللي خلانا نحن نكون واثقين أن نحن نقدم خدمات لرجال الأعمال اللي مثل ما أنتم تدرون هم شوية طلباتهم أكثر من الركاب العاديين، وبنستمر نحن في نفس المستوى العالي من الخدمات إن شاء الله. هو أيضا تحدث عن خدمات كاملة، هل ستكون خدمات كاملة لرجال الأعمال بالإضافة للفرق ما بين السياحية ودرجة رجال الأعمال؟ بالنسبة لرجال الأعمال بتكون الخدمة كاملة، يعني مثلا مثل ما حاولت أنا أشرح بطريقة مختصرة، أن حتى نحن من أول ما تحجز لين ما تسافر بيكون في فريق عمل، وهذا تتميز به أعتقد فلاي دبي، أن هذا الفريق البزنس كلاس تيم بيكون متواجد 24 ساعة، تقدر تتصل فيهم لأي سؤال، لأي إضافة، لأي استفسار. وفي المطار بيكون فريق عمل متخصص بس عشان يتابع الركاب في المطار. فالخدمات بتكون متكاملة بالنسبة لرجال الأعمال. الأكل طبعا في الطيارة بيكون مميز، الانترتينمنت سيستم اللي هو بيكون 12 انش انترتينمنت سيستم بيكون بس خاص بفلاي دبي، وفي الاوبريتنج سيستم الجديد ماله بيكون اسهل واكثر انسجاما مع التكنولوجيا الجديده، كله تاتش تلفزيون. فهذا كله بيكون مميز، بيكون بارت اوف وان باكج، مش مثل الايكونومي تقدر توزع، بس الخدمه بالنسبه للخدمه بتكون نفس المستوى العالي. طيب انت ذكرت ان هناك وجهات لا تخدمها درجه رجال الاعمال لشركات اخرى، ما هي الوجهات التي لا تخدمها رجال الاعمال؟ يعني مثلا نحن حاليا كييف، انت ذكرت لي يكاتينبرغ في روسيا، نحن نطير ما شاء الله الى روسيا لخمس نقاط، بنطير بعدين الى ثمان نقاط لنهايه السنه. كل هاي الخطوط ما فيها بزنس كلاس، ولا اذا فيها بزنس كلاس بيكون البزنس كلاس اللي فيها ما على مستوى اللي نحن نتوقع ان الراكب يستاهله، فعشان شيء نحن طيب تقريبا الصوره اتضحت عن درجه رجال الاعمال والجديده لفلاي دبي والمؤتمر الصحفي هذا عبر جوجل هانج اوت، لكن بنحاول نستغل وجود الاستاذ غيث معنا ونتحدث عن جديد. دائما دبي تطلع لنا بالجديد، وجديد فلاي دبي. والله نحن فلاي دبي مثل ما هاي بالنسبة لنا هو أهم جديد وأكبر جديد،
وأنا حبيت بس أخذ هاي الفرصة أول أشكر الأساتذة والأخت مشاركتكم معنا في هاي الهانج أوت ووقتكم. بالنسبة لنا نحن هاي فرصة جيدة أن نحن نتواصل، ونتمنى معاكم كلكم إذا في أي فولو أب نتكلم في وقت ثاني عن هاي السلعة وعن أي شيء من فلاي دبي. أنتوا أخوة وأعزاء وأخوات ومستعدين نحن للاتصال وياكم على طول، وأشكركم أنكم أنتوا كنتوا معنا في هذا الشيء في هاي الهانج أوت المميزة. وأشكرك أنت يا أخ مروان، يعني عزيز وغالي طبعا، أنت ما شاء الله يعني خطب إعلامي مهم، وجودك معنا يعطينا مميزة خاصة. فريق العمل طبعا انتوا متواصلين مع فريق عمل فلاي دبي، هم سريعين كما هي الناقله سريعه جدا في الوصول الى نقاطها، وايضا التواصل معاكم مثل الاخت والاخوات الموجودات هنا وفلاي دبي طبعا على راس الاستاذ غيث الغيث، متواصلين دائما معاكم وكل جديد بيطلعونكم عليه بالتاكيد. وهناك كما ذكر وجهات جديده واخبار جديده ان شاء الله بنتابعها معاكم في مثل هذا المؤتمر الصحفي اللي هو الاول من نوعه. أنا أشكر لكم تواجدكم معنا، يعني الأستاذ سامي الريامي من رئيس تحرير جريدة الإمارات اليوم، والأستاذ دينا كامل من بلومبرغ، وأيضا مراد أبو علام الله من CNBC، والأستاذ وسام كيروز من وكالة المال الفرنسية. شكرا جزيلا لكم، والشكر أيضا موصول للأستاذ غيث الغيث رئيس TV لفلاي دبي على تصريحاته الرائعة والبزنس كلاس، وإن شاء الله بنشوفكم في الرحلة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله، شكرا شكرا شكرا.